في معركة تحرير الرقة من داعش. من هناك معنا من جديد من القميشي سيد ريسان جيلو، رئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية. سيد ريزان، ماذا يجري اليوم في معركة تحرير الرقة؟ سمعنا بأن هناك تقدم في حي حطين في غربي المدينة، وإضافة إلى المحاور في على الأرض في هذه المعركة، ماذا يجري؟ طبعا بداية تحياتي لكم ولكل مشاهدي قناتكم الكريمة. القوات السورية الديمقراطية بعد إعلانها بعد الصفر للحملة الكبرى لتحرير مدينة الرقة من إرهابي داعش، طبعا انطلق على شكل محورين، المحور الشرقي والمحور الغربي، والآن من المحورين قوات السورية الديمقراطية في مدخل المدينة وأيضا في أحياء المدينة، تم تحرير أحياء كبيرة وداخل المدينة. طبعا داعش اعلن هذه الحمله لم يصب الصمود في وجه القوات السوريه الديمقراطيه، فبعد الحمله الكبيره التي اطلقها القوات السوريه الديمقراطيه بدءا من مدينه كوبا المقاومه والى مدينه منبج وثم الطبقه، هذه المجموعات الارهابيه لا تستطيع الصمود في وجه القوات السوريه الديمقراطيه وبدات تتفاخر ايضا داخل مدينه الرقه، فتقدم في احياء المدينه مستمر، والمحاور الجنوبيه وطبعا الشماليه ايضا هناك على تقدم لتحرير عده قرى، وتم ايضا الاقتراب من المدينه. طيب التقدم يبدو انه سريع سيد ريزان، يعني كل يوم يتم تحرير نقطه معينه او دخول في نقطه جديده في مختلف المحاور على الارض. بالمقابل سمعنا بان داعش يقوم ب ربما تخبطات أخيرة للمواجهة، قام بحفر أنفاق، يختبق في الأنفاق، ما الممارسات الأخرى ربما، وما المحاولات الدفاعية المتخبطة لداعش في هذه اللحظات؟ يعني داعش سيدتي قال لنا في الطبقة عندما قرروا الطبقة سأقدم ورقة حدي، أي حاولوا بجميع قواتها وامكاناتها العسكريه وحتى الماديه وحتى من كل الجهات ان تحاول ان تصل في الرأس الطبقه، ففشلت في الطبقه والان تتفخر داخل المدينه. طبعا القيادات والامراء لداعش يفرون الى خارج المدينه، وقبل ان نبدا الحمله الكبرى لتحرير الرقه كانت ايضا هناك هروب جماعي من قبل مجاهدي وامراء داعش الى خارج هذه المدينه، فاغلبهم يستسلمون لقوات سوريا الديمقراطيه فيها، وايضا خطوطهم الدفاعيه لا تستطيع الصمود. طبعا التكتيكات الحربيه التي اكتسبتها قوات سوريا الديمقراطيه من جهه، والدعم الطيران الجوي لقوات التحالف الدوليه ايضا بكثافه تشن على مواقع داعش، ايضا الاستخبارات قوات سيد ريزان نقطة أخيرة من فضلك، وهو موضوع الإنساني وموضوع المدنيين، يعني الموضوع الأهم ربما في هذه المعركة، هل تم وضع خطة معينة من قبلكم لمساعدة المدنيين، لحمايتهم، للسماح بمرورهم إذا ما استطاعوا المرور ربما من مناطق الاشتباك؟ طبعا لولا المدنيين واتخاذهم كدروع بشرية داخل المدينة لكانت العملية أسهل بكثير مما الآن نواجهه، فالتنظيم عبر انفاقه وعبر السيادة المفخخة وعمال فلاسفة تحاول على الاقل التقدم، واخرها استخدام المدنيين كدروع، الا ان قوات سوريا الديمقراطية دائما لديها خطط عمليه لانقاذ ارواح المدنيين ومحاوله ابتعاد المدنيين عن اماكن اطلاق النار او الاشتباكات، فعلى هذا الاساس دائما قوات سوريا الديمقراطية لديها تخطيط لانقاذ ارواح المدنيين. طبعا وهذا التكتيك نجح في مومج وفي الطاقة، وسوف تنجح في الرقة، أرواح المدنيين أهم شيء، والمناشدة الدائمة لقوات المدنيين للمدنيين للابتعاد عن أماكن الاشتباكات، المدنيون أيضا يحاولون نعم سيد ريزان الظلم ويتجهون إلى قوات المدنيين. شكرا لك ريزان جيلو، رئيس الرئاسة المشتركة والحماية الذاتية في هيئة الدفاع لقوات سوريا الديمقراطية، كنت معنا عبر الهاتف مباشرة من القمشلي.